الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم في لؤلؤة الصعيد أرض الجمال والبركة. أهلا بحضراتكم في محافظة بني سويف، واللي كانت من أوائل محافظات الصعيد اللي ليها نصيب كبير في المرحلة الأولى من مشروع القرن لبلدنا حياة كريمة. الحقيقة جهد كبير جدا يتعمل في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وطبعا البنية التحتية. كل ده كان بإيدين جدعانها وناسها اللي هم رسملها الحقيقي، أهل الصعيد، أهل الشهامة والكرم والأصالة، واللي كلمة مستحيل عمرها ما كانت في قاموسهم. إحنا ما عندناش حاجة اسمها مستحيل. من يوم ما ربنا خلق الدنيا والصعيد موجود، النيل كان كلمة السر، شق في الأرض طريق للحياة، وصعيدة وادي النيل أهل كرم ما بخلوش بنقطة عرق واحدة، جدعان متأصلين بحب مصر. عن تاريخ الصعيد قول ما بدالك والكل هيقولك تعظيم سلام. من هنا بدأ التاريخ وهنا بيكمل الإنجاز. والله يعني الصعيد أجدع ناس، جدعان بصحيح. الصعيد بلد رجالة. أكتر من 4000 مشروع على مدار 9 سنين خلوا الصعيد سعيد، وعوضوا أهل الصعيد بعض الصبر خير. التطوير في المدينة تم في مجالات كتير. بني سويف اتنقلت 180 درجة. امتد تطوير عمراني، تطوير صناعي، تطوير ثقافي حتى على المستوى الثقافي. غيرت الدنيا كلها، خلتها زي الفل والله. الطريق جداب الصلاة على النبي احنا ما كناش بنعرف نمشي عليه. يمكن لأول مرة في الصعيد. أغلب الشباب كان بيسافر خارج بني سويف عشان يشتغل. أصبحت النهاردة فرص العمل متاحة. احنا ما عندناش حاجة اسمها مستحيل. في بني سويف لؤلؤة الصعيد الحال هنا تبدل. المشروعات في كل مكان، بيوت كتير اتفتحت على حس كل مشروع، والكل بيعيش حياة كريمة. حياة كريمة دي الأمل، الأمل في كل حاجة والله. حياة كريمة خلت الدنيا كلها زي الفل والله، الدنيا اتبنت كلها وبقت زي الفل يعني. حياة كريمة عملت مشاريع حلوة يعني، جددت الكهرباء والمية و... حياة كريمة غيرت البلد خالص. أحسن مشروع عمله الرئيس. 5 أحياء سكنية بيعيش آلاف من أهالي بني سويف في وحدات مناسبة لكل الفئات، بيستمتعوا فيها بكل الخدمات. ده غير هدية غالية لأهل المحافظة، جامعة بني سويف الأهلية اللي بتضم برامج تعليمية جديدة ومختلفة. حقيقي الجامعة على أعلى مستوى، جودة التعليم أحسن، والدكاترة هنا بصراحة على أعلى مستوى. في كل الكليات موجودة، طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، صيدلة، تقريبا كل الكليات دلوقتي بقت متاحه يعني. جاي من المنصوره لبني سويف، فطبعا واخد فكره ان بني سويف صعيد فمش هلاقي عندها حاجات متطوره، بس لما جيت هنا اختلفت وجهه النظر في اي حد قال كده. حتى انه بقى عادي تنزل الصعيد تلاقي مستشفيات ومراكز طبيه عالميه في اهناسيا، عاصمه من عواصم مصر القديمة. اتأسس صرح طبي عالمي يليق باسم وعظمة إهناسيا القديمة. المستشفى بصراحة صرح طبي عالمي على أعلى مستوى. كل حاجة أنا متوفرة في المستشفى، العلاج، تأمين صحي. دلوقتي دخل في سبابات كتير جدا في الحضانة، في أجهزة تنفس صناعي اللي هي الفنت، ودي طبعا ما كانتش موجودة قبل كده يعني. بنشكر سيادة الرئيس على الاهتمام الملحوظ بالنسبة للصعيد واهتمامه بالصناعة في الصعيد، وفر عمالة غير عادية في الصعيد. كثرة المصانع في الصعيد عامة، وإن الصعيد مهمل من زمان، ما حدش بيبص له بصة إيجابية إلا في الفترة الأخيرة دي. ده غير إن كان فيه اهتمام بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي علشان نعوض إهمال سنين عانت فيهم بني سويف زيها زي باقي محافظات الصعيد. مع كل طلعة شمس سحر بني سويف بيزيد، ضحكة من القلب وكوباية شاي مظبوطة. نورتونا وشرفتونا في مدينة بني سويف الجديدة. تعالوا عندنا تشرفونا.
والله انتوا نورتونا هنا في بني سويف، وباذن الله يعني ما تحسوش ان انتوا غرب عن بني سويف. نورتوا الدنيا كلها والله، نورتوا بني سويف الدنيا كلها، شرفتونا وانستونا في بني سويف. انستينا وشرفتونا يا جماعه. اهلا بكم في مدينه بني سويف الجديده، انتوا نورتونا. نورتوا بني سويف، لؤلؤه الصعيد. نورتونا. نورتوا بني سويف. نورتنا يا رئيس في بني سويف. شكرا يا رئيس. اهلا وسهلا بيك يا رئيس، نورت بني سويف.